هي نانسي فنانية التي أول مرة المغرب واحدة كوميديا رائعة اللي قاعات سينمائية في قاعات الغدا دات أجواء رائعة وعاونا كاملين في هذا البروجي بحب وكنتمنى إلى الذين جابوا الناس. هو إنسانة فنانية لأول مرة قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.